نروح لتقرير آخر وهو جامعة أسوان اللي استعدت لامتحانات الترم الثاني بمختلف الكليات والمعاهد التابعة ليها، والسنة دي هيتم تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني لطلاب بعض الكليات زي الطب البشري والطب البيطري والتمريض، وهيعمم هذا النظام بجميع الكليات في امتحانات السنة اللي جاية. الجامعة اليومين دول بتستعد استعداد طبعا على قدم وساق لانعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. عدد الطلاب عندنا ان شاء الله اللي هم هيخشوا الامتحانات، في عندي حوالي 30,000 طالب المرحلة الجامعية الاولى، وفي حوالي 7,000 طالب مرحلة الدراسات العليا. في نوعين من الامتحانات سيتم عقدها، النوع الاول اللي هو النوع التقليدي اللي بنسميه اون ديسك، ان الطالب بيبقى عنده ورقة اسئلة ويجاوب في كراسة اجابة بالطريقة التقليدية. الجديد بقى اللي هو النموذج الثاني اللي هي الامتحانات الإلكترونية. احنا عندنا انشأنا مركز كبير في حوالي 750 جهاز متوصل بسيرفر ودايرة مغلقة لعقد امتحانات إلكترونية. الطالب بيخش على الكمبيوتر فبيلاقي قدامه امتحان غير الامتحان الطالب اللي جنبه، ولنا في عندنا بنوك أسئلة بتقدر تغير في نمط الامتحان وأشكال الامتحان بالنسبة للطلاب لضمان طبعا الحيادية وعدم الغش. طبعا ميزة النظام دوت طبعا ان هو هيبقى نظام سريع جدا في انهاء الامتحان، لان بمجرد ما الطالب بينتهي من الامتحان النتيجة بتظهر فورا، كمان بيضمن العدالة والشفافية. وسيتم تطبيق هذا النظام على كليات القطاع الطبي، كلية الطب، كلية التمريض والطب البيطري. ان شاء الله يعني في العام المقبل سيتم تعميم تلك التجربة وان يعممها على باقي الكليات الجامعة اللي هم 20 كلية.